نبدا نشوف الجزئيه الاولى عندنا بقول هي نقط اجينور تشيس كومبيتيشن وين هي واز اونلي 12 قلنا 12 طالما اندر 18 او اندر 19 يبقى استخدم ايه هنا يا مالك هي won هي won هي وان فاز نمبر 2 ادهم ماي انكل راشد بورن ان واز طبعا نمبر 3 يلا شيماء in 1990 he the number one مش سامح حاجة شيماء آخر واحدة سيخلو. آخر, آخر واحدة he became he became ماضي طبعا يلا يا جملة الرابعة عمر when they win the World Cup final last year يبقى أقول وين إيه؟ سؤال في الماضي البسيط عمر ما دخلش يلا يا عمر When وير ما ينفعش يا أستاذ إزاي وير وجاي لي بعدها مصدر إزاي وير ويجي لي بعدها مصدر يا عمر أنا عندي زي وين وين مصدر أهو قلنا ديت فاعل مصدر دي فاعل مصدر يبقى وين ديد زي وين الاجابه لاستير امتى بستخدم واز او وير في السؤال اللي زي ده عمر لو انا عندي بعدها صفه او حرف جر لو صفه او حرف جر يعني لو قلت لك زي هابي ماشي يبقى وير لو قلت لك ات يبقى وير انما بالشكل ده لما يديني فاعل ثم مصدر يبقى انا شغلي كله مع ديد عشان اقول له ديد فاعل مصدر. نمبر 5 يلا يا احمد محمد. ليف. ليف بس، ليف بس اللي هي الاجابه سي يبقى وير did your parents live when you were younger لما كنت صغير. هنا it is بول تيم team in a final before. It isn't the first time. Played. Played. طبعا لوجود كلمة دل على الماضي. Number seven. يلا يا سلمة. لما أقول they the library ten minutes ago. Left. Left. طبعا لوجود ago هختار الفعل في الماضي. Number eight. يوسف موجود. مش موجود يوسف. طيب عايزين ملك they didn't go they didn't يبقى بعد they did we didn't دايما مصدر go أدهم هدى at home yesterday where I was هدى مفرد يبقى was فهي دي لما أقول at ومكان أو إن ومكان أو صفة يبقى أنا شغال في الماضي البسيط هنا مع جزء من verb to be اللي هو was aware طب انا عندي هدى يبقى هدى was at home yesterday. نمبر 10 يا هنا. Were you worried about your brother؟ Were you worried؟ قلنا where وصفة أو where وجر ومجرور. بقول له yes إيه؟ where you do يحولها لإيه؟ Yes I was. Yes I was أو yes we were لو موجودة we were يبقى yes I was أو yes we were. نمبر eleven

الجملة اللي بعد كده تصحيح الجملة الأولى يلا يا ملك مجدي يعقوب was was born number two أدهم they live in a small flat from كذا to كذا lived. lived number three هنا in 1995 يعقوب started started طبعا لان عندي سنه فاتت يبقى بستخدم الاي دي من الفعل اللي قدامي. نمبر فور يا سلمى، they get married اسمها؟ got got married. the senior team not win not win. استخدم ايه هنا يا ادهم؟ didn't win didn't win. نمبر 6 يلا يا هنا he spent a week in Alex last summer. spent spent اللي هي ال ده تبقى ته تمام. They are at the club yesterday. يلا شيماء. Where? They were. Number eight يا ملك. When she was four, she can't. Couldn't. She couldn't. الماضي من كان could والماضي من كانت couldn't. وبعد كان او could مصدر يبقى she couldn't. Number nine يا سلمى. بيقول لي did you visit the country before did did you visit the good before آخر جملة عندي يلا يا أحمد did نوها جو جو بس لأنه هنا ديت فاعل مصدر ديت فاعل مصدر أروح بعد كده لجزئية الاكسرسايز اللي عندي على الدرس كله أول جزئية عندي listening بقول the Egyptian handball team are heroes The Egyptian handball team are heroes. يبقى باخد كلمة Egyptian. Number two, they won the handball Africa Cup of Nations. Africa Cup of Nations. بعدها the match was against قلنا طبعا هنا تونسيا. Our team scored 27 points. ده بالنسبة لجزء listening. أروح بعد كده لجزئية المحادثة. بقول هنا فاطمة asks her friend سارة about her favorite sport. Hello سارة what's your favorite sport? هقول حاجة معينة اللي الرد عليها هو is your favorite footballer. يبقى هكتب رياضة ايه هنا يا شيماء؟ uh, uh, my favorite sport is football. أوكي يبقى فوتبول أو my favorite sport is football. Who is your favorite footballer يا هنا؟ مو صلاح مو صلاح طبعا أو my favorite footballer is مو صلاح. النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بقول هنا مو صلاح plays for ليفربول هو بيلعب لصالح أو في فريق ليفربول هسأل بيه هنا؟ يا عمر uh, which team does مصلاح play for? Bravo. Which team? بس قال ب which team أي فريق أو أي فرقة does does صلاح أو Mo play for? بعد كده أدهم بيقول عندي which is your favorite football team? ايه هو الفوتبول تيم المفضل بالنسبه لك هقول له ريال مدريد اي حاجه اي حاجه اوكي وكان يفضل ان اكتب ليفربول ليفربول عشان يبقى صلاح وليفربول مع بعض بسال سؤال قال لي يس زي سكور ميني جولز Do they score many goals? Do they score many goals? وما بيدخلوا اهداف اه بيدخلوا كتير اجي بعد كده لجزئيه الاختيارات الجمله الاولى عندي احمد بقول ذات مان هاد ان اكسيدنت يسترداي اند هي نقط هيز هاند مع الهاند او الليج او البارس اوف ذا بستخدم الفعل لوست 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 نمبر 2 يا ملك there ار ميني هير بكيرفول careful ذي ار dangerous شاركس شاركس شيماء A sports coach teaches people how to play or in a sport. أول واحد. أول improve. Number four. My little brother plays football in a team. He is sixteen. اللي عمر Omar, في أي Junior. Junior. Number five. Vihana. Samira. Mosa wanted to use nuclear in medicine. Treatment. Treatments. نووية, nuclear treatments. Number six. They moved to a new flat a year, ya yeah, Ago. A year ago. Number seven. Adham. When Omar was 20, Asharki him. Attacked. 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 Ali. Salma. He reem when he was... 20 مت مت طبعا الأولى يلا يا هي لينا ما دخلتش لا تمام عمر هتبقى قط my father got a job طبعا in Cairo five years ago لوجود اجو هقول له قط اخر جملة عندي ادهم my teacher is very he never gets nervous. patient. patient بمعنى صبور مش بيتنرفز. صحح يا شيماء I study English last night. I studied. studied بقلب الى IED. نمبر 2 يا ملك it be cold yesterday. it was it was يبقى ب هنا معناها and we are مضارع was we're في الماضي يبقى it was cold yesterday number three يلا يا عمر we not go to school yesterday not go didn't go we didn't go آخر جملة عندي يا هانا they happy at yesterday's party where we. where they happy كذا طيب بعد كده بيقول لي طبعا اكتب هنا إيميل email to your friend كذا about your favorite hero اتكلم عن الفيفوريت هيرو وقلنا طبعا هنا اقدر اتكلم عن اي شخصيه من الاسره باعتباره هيرو او اقدر استخدم شخصيه مشهوره وليكن صلاح مثلا او آه دكتور يعقوب تعالوا نشوف الكلام ده في الجزء الثاني مديني هنا مجموعه كلمات جديده نركز فيها ونشوف اهميتها بالنسبه لجمال الاختيار اللي عندنا charity اللي هي جمعيه خيريه، بديني سايد الريف بتساوي كلمه the country. emergency اللي هي حاله طوارئ، natural disaster مهمه جدا، natural disaster بمعنى كارثه طبيعيه زي الزلزال او البركان او الفيضان. يبقى لما اقول earthquake is a natural disaster. proud قلنا صفه بمعنى فخور واقدر استخدم بعدها of او to، of او تو فاقدر اقول براود of Egypt أو براود اوف يو، إنما براود تو بي، براود تو بي Egyptian مثلا أو براود تو ومصدر. يبقى براود اوف اسم أو إن جي، أما براود تو مصدر. فولانتير، من هو؟ الفولانتير، بنقول سام وان هو داز سامسينج فور نو ماني، ببلاش، مجاني، فور فري، يبقى ده اسمه فولانتير متطوع. جريج جراند فادر الجد الأكبر، مديني كلمة بامب. فعل واسم بمعنى يضخ او مضخه زي ما اتكلمنا عن الهارت ونقول الهارت بامبز بلاد اراوند ذا بادي بيرن بمعنى حرق او يحترق كات هنا بمعنى يجرح او جرح او اصابه جرح او اصابه انفكشن بمعنى عدوى او اصابه بونز اللي هو عظام ايرث كويك قلنا زلزال ده بعتبره ناتشورال ديزاستر اجي هنا لجزئيه الباص of the body بيقول لي هنا ان يور هيد وان your body in your هيد موجود البرين موجود الايز الماوس الاير اما بالنسبه للبادي عندي لانجز اللي هي رئتين هارت وستومك فاميلي هيستوري اللي هو تاريخ العائله وتاريخ الاسره necessary قلنا ضروري او مهم school project معناها مشروع مدرسي ويجي لي قبل اي كلمة بروجيكت يجي لي الفعل دو قبل بروجيكت بقول دو ذا ريد كريسنت اللي هي جمعية الهلال الأحمر سكيري مخيف لايف الحياة طيب ولو جمعناها تبقى لايفز حيوات جريت جراند ماذر الجدة الكبرى اديني كلمة سبيشال بمعنى مميز أو خاص هروح بعد كده لجزئية الكلمات اللي في الدرس الرابع مديني بارتس يعني اجزاء فانكشن قلنا وظيفه اير بريز بريز لو انا شلت الاي دهيت هتبقى بريس لو شلنا الاي دهيت تبقى بريس بمعنى تنفس انما بالاي بنطاها بريز بمعنى يتنفس بلانت mend بروكن أه. توميتو بلانتس بلاد بلاد ميديسينز انفكت infect بمعنى يعدي fill pieces jewelry furniture مديني use use soon understand understood pay paid burn burn it أو burn it burn it أو burn it زي learn أو learn it أو learn it مديني بعد كده opposites live و die serious و safe و serious بتعني dangerous جزئية الـ definitions اللي عندي قلنا كلمة زي كلمة charity مهمة يعني إيه charity؟ بيقول لي organization هي عبارة عن منظمة أو مؤسسة that gives money بتمنح أو بتعطي المال والفود والطعام وحاجات تانية كلها أشكال المساعدة يعني to people who are in need للناس اللي محتاجين أو في حاجة cut cut قلنا هنا اسم بمعنى جرح او اصابه، ان انجري يعني اصابه او جرح، when something cuts you لما في حاجه بتعورك، مكان السكينه معورتك كده ده اسمه cut. made by something sharp معمول بواسطة حاجه حادة ولتكن النايف in مثلا. infection قلنا ده عباره عن disease مرض. in a part of your body مرض بيكون موجود في جسم في جزء من الجسم بتاعك ده بسميه عدوى. countryside on the area outside the city يعني المنطقة خارج المدينة بره المدينة لما اروح لمكان كده في farms و a lot of nature طبيعة ده بسميه side اللي هو الريف emergency بمعنى حالة طوارئ يعني ايه حالة طواري طوارئ قال لي something dangerous حاجة خطيرة or serious happens suddenly بتحصل فجأة مرة واحدة and you need to deal with it quickly وانت بتكون محتاج انك تتعامل معها quickly بسرعة فبسميها emergency volunteer on someone who works for no money to help people الشخص اللي بيعمل دون ان يأخذ مال على مساعدة الناس ده بسميه volunteer متطوع او هو البيرسون هو ا جوب اللي بيقوم بعمل وظيفه without being paid for it دون أن يتم الدفع له ما بندفعلوش فلوس يبقى ده اسمه volunteer natural disaster عبارة عن بيقول لي terrible event حدث مرعب such as an earthquake وليكن مثلا زي زلزال أو something that happens in nature and causes a lot of damage حاجة بتحصل في الطبيعة في النيتشر عشان كده اسمها natural disaster تحصل في الطبيعة وبتسبب دامج يعني دمار أو تلف، for example على سبيل المثال الفلاد الفيضان، earthquake، زلزال، دي كلها بنسميها natural disaster. الـ lungs تعريف كلمة الرئتين اللي they take in air and they help us to breathe تاخد الهوا وتخلينا نقدر نعرف نتنفس أو هي تعريفها the parts of the body جزء في الجسم inside the chest داخل الصدر أو under the chest تحت الصدر which we use to breathe اللي بنستخدمها طبعا للتنفس وقلنا طبعا موجود منها تو brain أقول هنا it tells the parts of our body what to do البرين المخ هو المسؤول أو هو اللي بيقول لكل أجزاء الجسم عن أي حركة أو أي فعل إنه يقوم به حركتي او كلامي دلوقتي ده طبعا ناتج عن امر بيصدره البرين للماوس علشان انطق الكلام ده قدامك او ان احرك الماوس بالشكل ده يبقى ده وظيفة البرين اي حاجة بتعملها في جسمك او اي حاجة بتصدر من حركات بالنسبة لك البرين هو اللي بيديلك امر بعمل ذلك هارت تعريف كلمة القلب بنقول هنا the heart pumps blood around the body هو المسؤول عن ضخ الدم أو دفع الدم لأجزاء الجسم proud كصفة بمعنى فخور طيب إمتى بحس بالكلام ده أو تعريفها إيه قال لي feeling happy about something كونك بتشعر بسعادة تجاه حاجة have done انت عملتها or are connected with او مرتبطه بيك بتبقى انت براود فخور فخور بنجاحي فخور بنجاح بابا ماما وهكذا. بامب قلنا مضخه او منفاخ مضخه او منفاخ او ينفخ لما اقول هنا ميك ووتر او إير او جاز move in a particular direction ده بنسميه هنا طبعا بامب علالي لجزئيه الليسنينج نتابع كده مع بعض القطعة الأولى طبعاً كل الكلمات اللي قريناها دلوقتي موجودة في القطعة دي هنركز أكتر على الجزئيات اللي موجودة in colors الملونة سواء هنا أو في القطعة التانية I didn't use to خط تحت didn't use to I didn't use to لم أعتاد إني أعرف very much about my family history I didn't use to know يبقى عندي هنا قاعدة جديدة اللي هي هتكون إن شاء الله used to والمصدر اعتاد أن نفيها لوجود الدي في used فأنا بنفيها didn't use to مصدر didn't use to مصدر بيقول لي هنا I didn't use to know very much about my family history ما تعودتش ان اعرف كتير عن تاريخ الاسره then last week الاسبوع اللي فات I did a school project وقلنا طبعا قبل project بستخدم do بس انا هنا ماضي يبقى I did a school uh, project انا عملت مشروع مدرسي about someone in my family عن شخص في الاسرة so I did some research يبقى عندي did project we did research يبقى قبل ريسيرش اللي هو بحث او قبل كلمه بروجكت بستخدم الفعل دو ايا كان شكله على حسب الزمن هو دو do, ولا داز ولا ديد ولا doing I did some research and I found ووجدت او اكتشفت او it's some really interesting things اكتشفت معلومات طبعا واشياء حقيقيه او شيقه about my great grandfather عن الجد الاكبر I knew he used to be a doctor عرفت إن he used to be، خط تحت used to be. he used to be a doctor. اعتاد إنه يكون دكتور، يعني كان بيشتغل دكتور. But I didn't know he worked for، تاني I know he used to be a doctor, but I didn't know he worked for a charity. ولكن ما كنتش أعرف إنه بيعمل لدى جمعية خيرية. أو لصالح جمعية خيرية، charity. my great grandfather used to live in the countryside he used to مصدر used to مصدر اعتاد انه يسكن او يعيش في الريف and he worked as a volunteer doctor وكان بيعمل كطبيب متطوع volunteer doctor طبيب متطوع for the red crescent في الهلال الاحمر when there was a natural disaster فعندما كان يوجد اي كارثة طبيعية ناتشورال ديزاستر زي اللي احنا فيها الايام دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها دي بسمها ناتشورال ديزاستر كارثة طبيعية طبعا وجود الفيروس اللي موجود حاليا اللي هو فيروس كورونا ده اسمها ناتشورال ديزاستر في الوقت ده طبعا بنجمع الدكاترة بنجمع التمريض الكلام ده كله حاصل طبعا في الفترة اللي فاتت والحالية When there was a natural disaster لما كان بيبقى في كارثة or health emergency أو حالة طوارئ خاصة بالصحة For example على سبيل المثال When there was an earthquake لما كان بيكون في زلزال my great grandfather went to help كان بيروح عشان يساعد The work was difficult العمل كان صعب طبعا and sometimes scary وأحيانا بيكون scary مخيف he also used to look after people used to مصدر used to look after اعتاد انه يهتم به او يرعى people who didn't have much money اللي ما كانش بيبقى عندهم فلوس كتيره طبيب الغلابه يعني I feel very proud of him انا بشعر بالفخر تجاهه انا فخور بيها I feel Very proud of him يعني أنا فخور بيه جدا اللي هو فادر بتاعه. القطعة التانية بتتكلم عن دكتورنا اللي هو مجدي يعقوب وي should all be proud of مجدي يعقوب. وي should all be proud of علينا جميعنا أن نكون فخورين بمجدي يعقوب. He was born in 1935، اتولد سنة 35 في مدينة اسمها إن but the family used to لا used to تاني ايوه درسك كله الجرامر عندك النهارده used to مصدر ونفيها والسؤال عنها لما اقول هنا but the family used to travel to many places اسرته كانت معتاده ان تسافر الى اماكن كثيره because his father was an important doctor لان باباه طبعا كان دكتور مشهور فكثيرا ما يتنقل بين البلدان مجدي اللي هو مجدي يعقوب also became a doctor هو كمان اصبح طبيب او اقدر اقول مجدي became a doctor too اللي هي بتساوي also يبقى مجدي also هي نفسها لو قلت مجدي became a doctor too before he stopped the working خط تحت stop working طبعا stop ing stop ing before he stopped the working قبل ما توقف عن العمل سنه 21 اللي هي سنة 2001 he used to work in a special hospital in London كان معتاد انه يعمل في مستشفى خاصة في لندن at this hospital في المستشفى ده هي used to help used to help used to help to give people new hearts for the first time تعلم في الوقت ده انه يزرع طبعا او ينقل قلب بالنسبه للمرضى. Before the 1980s يعني قبل هنا الثمانينات قبل الثمانينات اللي هي 80 81 89 people with heart problems people with heart problems كانت موجوده عندي في الحفظ قبل كده people with heart problems الناس اللي عندها مشاكل في القلب اوفن دايت كانت بتموت. In 29 سنة 2009 مجدي يعقوب start the charity for ill children in اسوان فتح مؤسسة خيرية للمرضى من الأطفال في أسوان very ill children الأطفال المرضى جدا أو التعبانين جدا didn't use to قلنا أصل الجملة use the to طب use آخرها دي آخر يعني ماضي يبقى أنا فيها did not use did not use to مصدر didn't use to live long lives ما كانوش بيعيشوا حياة أطول but many ill children can now live healthy lives يقدروا يعيشوا دلوقتي حياة صحية القطعة الأخيرة عندي في الدرس ده بيتكلم عن الطب أو الدكتورز in ancient Egypt اللي هو تكلم عن ancient Egyptian doctors اللي هم الأطباء المصريين القدماء. We know how ancient Egyptian doctors helped. أنا مفيش فيش حاجة بتدل على الماضي حبيبي ما أنا بتكلم عن ال ancient Egyptians إذا الجملة نفسها بتعني ماضي لما أتكلم عن ال ancient Egyptians أنا ما أناش بحتاج محتاج لي دي ولا لاست ولا أجو تمام يبقى we know how ancient Egyptian doctors helped their patients عرفنا الناس دي كانوا بيساعدوا مرضاهم ازاي هي كلمه patient صبور ولا مريض patient قلنا بمعنى صبور او مريض ايضا حسب استخدامها في الجمله يبقى الناس دي helped their patients because they wrote because they wrote down يعني ايه wrote down الماضي من write down wrote down بمعنى سجلوا كتبوا كتبوا دونوا their ideas كتبوا الافكار بدايتهم thousands of years ago منذ الاف السنين ومديني طبعا thousands جمع طالما ما عنديش قبلها لا 1 ولا 2 ولا اي نمبر يبقى بستخدم الفاظ زي thousands او millions او hundreds باس الجمع اما لو سبقت برقم ما بستخدمش الاس الجمع سواء كان مفرد او جمع اساسا يبقى thousands او hundreds او او millions بستخدمها بصيغه الجمع في حاله عدم ان هي تسبق برقم، ما فيش قبلها لا ولا تو ولا 3 يبقى قول لي ساوزنز وخلاص بمعنى الاف، كم الف ما حددتش. ساوزنز اوف ييرز اجو منذ الاف السنين. ذا بدي، الجسم. الانشنت ايجيبشن دكتورز اندرستود كانوا فاهمين وعارفين ذات ذا هارت ان القلب بمبس بلود اراوند ذا بيضخ الدم حول الجسم however they used to drink or to think they used to think اعتادوا انهم يفكروا that the heart also pumped air ان الهارت نفسه كان بيضخ الهواء كمان مش الدم وبس to our lungs يبقى هم كانوا معتقدين ان الهارت هو اللي بيضخ الدم وبيضخ الهواء كمان للرئتين They were also the first people. The first people, يعني كانوا أوائل الناس to understand some of the things the brain does. إنهم يفهموا أو يترجموا الحاجة اللي كان اللي بيعملها المخ. But they didn't know ولكنهم ما عرفوش how important it was إلى أي حد أو إلى أي مدى كانت العملية دي مهمة. Ways to help, ways to help will the doctors used to use plants doctors اعتاد انهم يستخدموا البلانتس to help people with burns كانوا بيعالجوا الناس اللي عندهم حروق with burns عندهم حروق بالبلانتس بالنباتات and to stop infection يعني يمنع كلمة stop هنا معناها prevent to stop معناها prevent infections إنهم يمنعوا العدوى we still use some of these plants today احنا دلوقتي في الوقت الحاضر لازلنا بنستخدم بعض انواع هذه النباتات ايضا they also know how to mend broken bones وبرضو اتعلموا ان هم ازاي يصلحوا او يمرضوا البروكن بونز العظام المنكسرة او المكسورة and these you cuts ويخيطوا الجروح يخيط جرح but they didn't but they didn't used to know everything ما اعتدوش انهم يعرفوا كل حاجة for example على سبيل المثال They used to make medicine from animal eyes. They used to make medicine. اعتاد انهم يصنعوا دواء. Make medicine. يصنع دواء. From animal eyes. من عيون الحيوانات. they used to think that اعتادوا انهم يفكروا او يقولوا او يعتقدوا ان أن an animal's eye عين الحيوان ده helped people بتساعد الناس who could not see اللي مش بيقدروا يشوفوا اخر جزئية عندنا في reading life in ancient Egypt الحياة في مصر الفرعونية او مصر القديمة Life in Ancient Egypt was different to today يبقى different to أو different from، different to أو different from بمعنى مختلف عن، بيقول الحياة في مصر القديمة بتختلف طبعاً عن الحياة today اليوم. إيه؟ اللي poor children poor children الأطفال الفقراء didn't used to go to school، ما كانواش بيروحوا مدارس. but Children from rich families ولكن أطفال الأسر الغنية used to start school اعتادوا أنهم يبدأوا مدارسهم when they were about seven وهم حوالي أو تقريباً عندهم سبع سنين. When they were at home لما كانوا بيبقوا موجودين في بيوتهم Children used to enjoy playing games enjoy playing اعتادوا الأطفال أنهم يستمتعوا بلعب الألعاب. When older parents died لما الآباء الأكبر توفوا أو ماتوا they used to leave their houses اعتادوا أنهم يتركوا أو يغادروا من بيوتهم to the sons بيتركوا بيوتهم to the sons للأبناء however they used to leave things inside كانوا بيسيبوا لهم حاجات كده داخل البيت ده the house inside the house داخل البيت such as مثل الجولري المجوهرات and the furniture والاثاث الجولري and furniture to the daughters to the daughters تمام فكانوا بيسيبوا الحاجات ديت لمين؟ للdaughters انما هنا they used to leave their houses to the sons يسيبوا المنازل للاولاد اللي هم ال sons يعني الذكور الابناء وهنا بقول used to leave things inside the house بيسيبوا حاجات جوه البيت زي المجوهرات او الاساس بس ده بيسيبوه للدوترز للبنات النوتس اللي عندي في الدرس ده مديني كلمه volunteer و voluntary قلنا volunteer متطوع اللي هو person هو doesnt take money او works for no money أما فولانتري هنا صفة بمعنى تطوعي زي ما قلنا قبل كده دو فولانتري ورك بريز وبريث قلنا واحنا بنقرا الكلمات بريز التنفس يتنفس بريز يتنفس اللي فيها إيه e هي الفعل اما بريث بحذف الاي اصبحت بمعنى التنفس براود قلنا فيه براود اوف وفي براود تو براود اوف يجي لي بعدها اي ان جي او اسم لما اقول براود اوف هيز جوب فخور بوظيفته being a policeman فخور لكونه شورتي uh, أما براوت تو فبيجي لي بعدها الفعل في المصدر زي باسم is to be man, لكونو, uh, براوت تو بي a policeman فخور لكونه شورتي براود براوت ذات طالما استخدمت ذات يجي لي بعدها جملة كاملة فبقول باسم is براوت ذات he is a policeman يبقى تاني براوت ذات جملة براوت تو مصدر اما براود اوف يا اسم يا اي إنجي جي سبيشال هوسبيتال مستشفى خاصه او مميزه وهنا مش معناها خاصه يعني خاصه ملاكي لا يعني متميزه سبيشال هوسبيتال مستشفى متميزه حلوه اما برايفت هوسبيتال دي المستشفى الخاصه لما الواد ادهم يكبر كده ويبقى عنده برايفت هوسبيتال يبقى عنده آه مستشفى خاصه بيه عندي بعد كده هيلثي وهيلث هيلث بس الصحة طب وهيلثي adjective الصفة منها بمعنى صحي أو بصحة جيدة. بيشنت وبيشنت قلنا بيشنت كنون بمعنى مريض أما بيشنت adjective كصفة بمعنى صبور بعد كده آخر حاجة عندي في الجزء ده مديني ويرك فور نو ماني يعمل مقابل لا شيء يعني بيعمل بدون مقابل ويبقى فور نو ماني دو اسكول بروجكت قلنا دو مع بروجكت فولنتير فور معناه متطوع لي ديفرنت تو بي فور كات ان تو تيك اير ان رايت داون بليزد ويز بليزد ويز انا قدامي اقل من دقيقه هيبقى معايا في الهوم ورك 154 و5 وهروح ل 7 7 و8 وهروح كمان ل 81 قال لك كام دي 60 61 و62 61 و62 61 و62 62. 61 و 62 61 و 62 يبقي اخرنا في الهوم 62 اخرنا في الهوم 62 اي اسئله